شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قمة ثلاثية مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ هذا اليوم. نعم، بحثت القمة أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة. أكد جلالة الملك المعظم وجلالة العاهل الأردني وفخامة الرئيس المصري على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن. أكدوا في ختام القمة أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال كافة المسائل والمستجدات الراهنة بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومي العربي ويخدم مسيرة العمل العربي المشترك والمصالح العربية وشعوب المنطقة. كما جرى التأكيد على دعم كافة الجهود الرامية في الحرب على الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار.